منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر. أنت كإعلامية مصرية، كيف هي انطباعاتك عن التنظيم وعن القمة في الجزائر؟ طبعا في البداية بهني الجزائر على هذا التنسيق وهذا يعني التفاعل الكبير جدا جدا مع هذه القمة. شفنا من أول وصولنا للمطار ترحيب وتنسيق عالي جدا، كل شيء مترتب، كل شيء تم التنسيق ليه بشكل مسبق، كان فيه سهولة وتيسير جدا لعملنا كمراسلين أو كصحفيين موجودين لتغطية القمة. حتى المركز الصحفي متوفر فيه كل احتياجاتنا لعمل تسير عمل شغلنا في خلال القمة. طبعا مش هقدر أنسى الشعب الجزائري الجميل وترحابه الجميل واستقباله وحسن استقباله وضيافته لينا كلنا كصحفيين. وطبعا على مدار فعاليات القمة الثلاثة شفنا التغطية، كل وسائل الإعلام الأجنبية وأغلبها موجود، الكل بيجد تعاون كبير جدا جدا من المعنيين على التنسيق لهذه القمة. وعشان كده الحمد لله وصلنا النهاردة لختمها بكل سلاسة ويسر، وقدرنا نقوم بشغلنا بشكل كويس جدا. وعشان كده طبعا بنشكر القائمين على تنسيق هذه القمة على تسهيل كل عملنا بشكل جيد بالحقيقة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.